أثار قرار المشير خليفة حفتر بتسليم عدد من الموانئ النفطية الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة لرئاسة المؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة المؤقتة أثار الكثير من ردود الفعل. كثيرون رحبوا بالقرار، وكثيرون نددوا به، وكثيرون ينتظرون ما ستؤول إليه الخطوة من نتائج. الليلة في أكثر نطرح الموضوع في تساؤلين محوريين اثنين: ماذا وراء قرار القيادة العامة للجيش تسليم النفط إلى الحكومة المؤقتة؟ وكيف ستكون ردود فعل المشتري الأجنبي والمجتمع الدولي؟ نبدأ النقاش حالا بعد أن نتابع هذا التقرير لريما مرار الذي ترصد فيه بعض المواقف من داخل ليبيا. قرار القيادة العامة بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة أصدرت بشأنه بيانات جمعت بين القبول والرفض لهذا القرار، حيث اعتبره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تصرفا غير مسؤول وتهديدا مباشرا لمصالح الشعب الليبي ومقدراته. الرئاسي وفي بيان له اليوم جدد تأكيده على أن المؤسسة الوطنية للنفط ومقر الحالي العاصمة طرابلس هي الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط وفق الآليات والقوانين المعمول بها، وأن عوائد بيعه تحال إلى مصرف ليبيا المركزي لتوفير احتياجات كل الليبيين. كما طالب مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بتتبع وإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث بسبب هذه الأفعال وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة. أما المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق فقد قالت إن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا، مؤكدة أن أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات. رئيس المؤسسة مصطفى صنعلا قال إن قرارات مجلس الأمن تنص على أن المنشآت النفطية وعمليات الإنتاج والصادرات تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق. قرار القيادة العامة لقي أيضا ترحيبا واسعا ومباركات من عدة أطراف محلية، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي تأييد قرار القيادة العامة قائلا في بيان أمس إن العصابات المشاركة في الهجوم على الهلال النفطي ممولة من حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن الحقول النفطية كانت تحت تصرف الميليشيات. كما أكد استعداد الحكومة المؤقتة وجاهزيتها لعملية التصدير، مشيرا إلى ضمان التوزيع العادل لعوائد النفط لجميع المناطق الليبية والحفاظ على أموال وثروات الليبيين. بدورهم بارك عدد من أعضاء مجلس النواب قرار القيادة العامة للقوات المسلحة قائلين في بيان لهم إن القرار هذا جاء تأكيدا لقواعد العدالة وإبعادا لهذه الأموال عن الميليشيات والمجموعات الإرهابية التي كررت العبث بمقدرات ومصدر رزق الليبيين وهجومها المتكرر على الحقول والموانئ النفطية. نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني أكد من جهته دعمه الكامل لقرار القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن تسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، موضحا أن عوائد النفط التي تحال إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس باتت مصدر تمويل للميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في ظل الصمت من قبل الجهات كافة، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط لم يفيا بالتزاماتهما تجاه الليبيين بشكل عادل ومتكافئ في الحقوق، ما أدى إلى أزمات السيولة التي تفشت في ربوع البلاد على حد قوله، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم قرار القيادة العامة لأنه مطلب شعبي على حد قولها.
رحبوا معنا بضيفينا من طرابلس المحلل السياسي سنوسي إسماعيل، ومن بنغازي المحلل السياسي عاطف الحسية. كما نرحب بكل متابعينا عبر خاصية البث المباشر للقناة قناة ليبيا على صفحتها على الفيسبوك. لعلي أبدأ معك سيد سنوسي إسماعيل، كيف تفهم هذه الخطوة الصادرة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، والتي بموجبها سوف تسلم رئاسة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة موانئ النفط التي قامت بتحريرها مؤخرا في الهلال النفطي، أو كذا عدد من الحقول والموانئ النفطية الواقعة في أراضي سيطرتها؟ في البداية تحيلك طيبة سيد نبيل ولضيفك الكريم ولكل مشاهدينا الكرام في كل مكان. طبعا هذه الخطوة التي قام بها السيد خليفة حفتر، ويعني حقيقة يعني بقدر أنها لم تكن مفاجئة، لأن بالأساس موانئ النفط حتى عندما كانت يعني يسيطر عليها وسلم إدارتها بالأحرى إلى المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية التابعة لحكومة الوفاق والمعترف بها دوليا، في نفس الوقت يعني كان هلال النفط يستخدم كورقة سياسية في حفتر، استطاع بها أن يفرض نفسه حتى على المجتمع الدولي وكطرف من أطراف المعادلة السياسية. وهذا طبعا يعني أمر كان يعني ربما محل نقاش، لأن الكثيرون يقولون أن الـ يعني الـ خليفة حفتر لم يسلم، أقصد يعني لم يمنع تصدير النفط، وبالتالي فإن حماية النفط وحراسة النفط لا تعتبر تدخل في شؤون الدولة ولا تعتبر استخدام للمواني كورقة سياسية. ولكن أتت هذه الخطوة لتؤكد يعني كل التحليلات السابقة التي كانت يعني تشير إلى هذه النقطة بالذات، وهي استخدام الهلال النفطي كورقة سياسية. بكل تأكيد هي ورقة قوية في يد من يمسك بها. فيما يخص حكومة الوفاق، حقيقة هي بالأساس يفترض حسب الاتفاق السياسي أنها ليست يعني طرف في أي صراع يعني بين الحفتر أو غيره، إنما هي حكومة تمثل كل الليبيين حسب الاتفاق السياسي، وحسب حتى تركيبة الحكومة نفسها وتركيبة المجلس الرئاسي بالتحديد. بالتالي فإن حكومة الوفاق الآن يعني في موقف يعني حقيقة لا أستطيع أن أقول أنه ضعيف، إنما هو موقف يعني تستطيع أن تبادر إلى فرض يعني حقيقة ما تم التوصل إليه في الاتفاق السياسي في الأطراف السياسية، وما تم التأكيد عليه في بيان باريس الأول وفي إعلان باريس الأخير. هذا كله حقيقة يعني تعتبر يعني بإمكان حكومة الوفاق أن تضغط في اتجاه أن تستلم إدارة وحراسة موانئ النفط، وهي الجهة الوحيدة المخولة بذلك، خاصة أن مؤسسة النفط يعني بقيادة السيد بن الله أثبتت حقيقة مهنيتها العالية من خلال إدارة النفط، ومن خلال تطوير يعني الإنتاج ووصوله إلى معدلات لم تكن حقيقة. طيب، لكن سيد السنوسي، إن كانت هذه الخطوة هي ورقة أو لعبة سياسية من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، برأيك ضد من، وما المتوقع من وراء هذه الخطة؟ ما الذي يمكن أن يتم تحقيقه سياسيا لصالح القوات المسلحة أو قيادتها؟ أنا أعتقد بأن هذا يعني مطروح أمام الشعب الليبي كخيارات، يعني إن كان هناك إرادة أو لنقل إن كان هناك يعني توجه إلى بناء دولة مدنية، كان ينبغي حقيقة احترام الاتفاق السياسي ومن ثم المضي قدما نحو دولة دستورية دائمة. أما حقيقة هذه المشاريع التي نراها الآن وهذه الحقيقة المناورات السياسية، هذه طبعا يعني بديل للدولة المدنية، هي مطروح كمشروع دولة عسكرية. نعلم بأن في المنطقة البلديات التي تسيطر عليها قوات جيش خليفة حفتر حقيقة كلها الآن يعني لا يوجد فيها، لا تكاد تجد عميد بلدية منتخب، يعني كلهم عسكريون أو رجال شرطة معينون من قبل القيادة العامة. لكن لو كان الرجل يريد حكما عسكريا، أما كانت تمسك بالحقول النفطية، لماذا يسلمها لسلطة مدنية متمثلة في الحكومة المؤقتة؟ يعني هذه حقيقة حكاية الحكومة المؤقتة
ونراهم في الصور هم الذين يذهبون إلى مكتب السيد خليفة حفتر ويجتمعون عنده كأنهم موظفين لديه. أعتقد بأن هذه هي عبارة عن تغذية فقط على حقيقة الأمر، وهي أن مشروع السيد خليفة حفتر هو مشروع عسكري، يعني مشروع عسكري يعني حقيقة يناقض يعني حتى تم الاتفاق عليه في باريس في البيان الأول. اعترف السيد خليفة حفتر بمدنية الدولة وبالاتفاق السياسي وغير ذلك، ولكن هذه من حيث الإعلانات، ولكن هذه الممارسات حقيقة تناقض هذه ما تم التوصل إليه. بل ربما تكون هذه بالنسبة لي تسليم الموانئ إلى جهة موازية غير معترف بها وغير شرعية حقيقة، ولا تتساوق حقيقة مع الاتفاق السياسي ومع حكومة الوفاق التي تمثل كل الليبيين. بالتالي فإننا نرى هذه عبارة عن ربما يكون مسمار في نعش يعني اتفاق أو لنقل إعلان باريس. لكن ما دمت تعترف سيد سنوسي بأن النفط هي ورقة سياسية يعني يلعب بها، هل يلعب بها حفتر وحده؟ إن جاز لنا يعني أن نجري فيما تقول، من أيضا يلعب بهذه الورقة؟ بل ربما أزيدك أمر مهم جدا، وهو أن عندما كان السيد خليفة حفتر يسيطر على الموانئ، هو بالعكس هو أثبت للعالم أنه لا يريد أن يستخدم هذا، يعني حاول أن يثبت ذلك من خلال المهنية التي تمتع بها القوات التي كانت تسيطر على تلك الموانئ بأنها لم تتدخل في إدارة مصر. نعم. لم تضايق يعني نعم، لكن لم تجبني سيد السنوسي، إن كانت الموانئ النفطية هي ورقة سياسية ليس وحدة أنا نعم. أنا في يد من أيضا ذكرت سيد نبيل. نعم هو ليس وحدة بكل تأكيد، يعني مثلا نقول بأن من دفع بالجدران هذا القرصان النفط المعروف بأنه يأتي مرة أخرى يعني بشكل غريب، وهو كان موقوف ومسجون في مدينة نالوت، كيف خرج من هناك وكيف انطلق عبر مناطق ورشفانة وبنوليد وغير ذلك ثم وصولا إلى سرت ومن ثم انطلق إلى النفط. يعني هذه كلها تدل على أن هناك أطراف سياسية تستخدم هذه نفس الشيء، يعني مثل خليفة حفتر يستخدمون الهلال النفطي كورقة، وحتى ما يشار أو ما أعلن عن أنهم يعادوا من أجل الانتهاكات التي ارتكبت في حق سكان الهلال النفطي، هذه عبارة عن شعار فقط. يعني إنما هو حقيقة الأمر هو أن 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 الهلال النفطي تستخدمه الأطراف التي تعارض الاتفاق السياسي، التي لا تريد أن من الاتفاق السياسي أن يكون مرجعية وأن يكون مع أنه حقيقة يعني عمل كبير طيلة 14 شهرا، يعني مفاوضات مبنية وتحت إشراف الأمم المتحدة، وبالتالي فإن هناك من لا يعترف بهذا الاتفاق ولا يريد أن يلجأ أو لا يريد أن يعترف أو يلجأ. طيب. تحت سيد عاطف الحسية من بنغازي، ما رأيك في هذه الآراء من قبل السنوسي إسماعيل؟ يرى بأن يعني هذه الخطوة التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة تتعارض مع يعني التوافق المنشود من وراء الاتفاق السياسي، وبأن ما هي إلا ورقة سياسية تلعب من قبل القائد العام للقوات المسلحة للوصول إلى مرحلة ما يعني مما يصفه بالحكم العسكري، كيف تعلقون على كل ما ذكر؟ مساء الخير سيد نبيل، مساء الخير ضيفك الكريم والسادة المشاهدين. هو في البداية قبل أن ندخل في سؤالك الكريم، أولا يجب أن ننوه بأن ما يربطنا الليبيين ما يربطهم هو الدم والماضي والحاضر والمستقبل الذي يجب أن يعول عليه الليبيين في توحيد كلمتهم، وليس النفط. وبالتالي يجب أن يطمئن الليبيين بأن كل مشاعر استعادة الدولة واسترداد التحكم أو السيطرة الأمنية على مقدرات الليبيين هي في الواقع ورقة أمنية وليست ورقة سياسية على الإطلاق، ورقة وطنية بامتياز. أحيانا التوصيف بالورقة السياسية وكأن طرف سياسي رغم من دعوته في الكثير من الملتقيات أو اللقاءات، إلا أن كل ما يقوم به الجيش هو وصف للحالة الأمنية ووصف للحالة أو الوضع الذي وصل إليه من استعادة الأمن والاستقرار في البقعة التي يسيطر عليها الجيش. وبالتالي
وصل هذا الحراك بتسليم الى جهه شرعيه قد يراها اخرون غير شرعيه. مساله الشرعيه مساله نسبيه في وقت الحاضر خاصه، وان الشرعيه تعاد الى اراده الشعب التي مثلها في مجلس النواب بانتخابهم بثلاثه دائره، والتي انبثقت عليها حكومه مؤقته، وانبثق عليها ايضا قرار مهم جدا وهو اعاده او تنفيذ اعاده المؤسسه الليبيه الوطنيه في مركز ادارتها في بنغازي. وبالتالي مساله الشرعيه على كل طرف كما يراها، ولكن على الورق والقانون يقول ان الحكومه المؤقته منبثقه عن برلمان انتخب من الشعب الليبي، وبالتالي هذه الحكومه نفذت قرارا قديما وهو من 2012 في حكومه السيد زيدان بنقل اداره الوطنيه للنفط الى بنغازي، وبالتالي كلها على الورق وقانونا جائزه وقانونيه. اما المساله الاخرى وهي مساله امنيه بحته، هناك دلائل خطيره ودلائل لا تدع مجالا للشك بان اموال الليبيين تستخدم في الاقتتال، والاقتتال هنا اعني بان ليس الاطراف متساويه في الاقتتال، بل اقول بان الطرف الذي يعني هجم على الموانئ النفطيه في ثلاثه او اربع محاولات بائسه مولت من الميزانيه الليبيه، ومولت من الميزانيه الليبيه في مكان لا يستطيع لا حكومه الوفاق او حكومه الانقاذ من قبله توفير احتياجات المواطنين، بل يقوم بتوفير احتياجات هذه الميليشيات للعب هذه الورقه السياسيه. وهي هنا ما يوصف بان كل ما عملوا هم في كل الاجتياحات السابقه، حتى ابراهيم الجبران لما فكر المواني كانت ورقه سياسيه وتجاريه بالنسبه له، ولكن من هنا من طرف الجيش هي ورقه وطنيه بامتياز، هي ورقه وطنيه امنيه بامتياز، هو بسط سيطره الدوله على مقدرات الليبيين واستعاده كل قطع السلاح الى واحتكار قطع السلاح في هذا الصدد. لكن بالتالي سيد عاطف، ما التغيير الذي يمكن أن تحدثه هذه الخطوة، هذا القرار من قبل القوات المسلحة تسليم موانئ النفط إلى رئاسة المؤسسة الوطنية التابعة للحكومة المؤقتة، إن كانت إدارة المصرف المركزي الموجودة في طرابلس والمتهمة بتمويل الميليشيات ويعني إتمام صفقات مشبوهة فيما يعرف بفساد الاعتمادات، كيف يمكن أن يتغير الواقع الذي تتحدث عنه ما دامت الإدارة البنكية هي ذاتها؟ هو بصراحة الإدارة مصرف ليبيا المركزي معيبة منذ انقسام مجلس الإدارة لهذه المؤسسة المهمة للليبيين. فأذكر هنا في نفس الصدد بأن في اجتماع في ويندر كاسل في 2000 في المملكة المتحدة في 2017 في أكتوبر 2017 دعي إلى هذا الاجتماع الذي كان يدور حول مقدرات الليبيين النفطية والغاز. وكانت هناك مبادئ أساسية اسموها بويندر برينسيبلز أو مبادئ ويندر. هذه المبادئ وهذا الاجتماع لم يدعى إليه كل أعضاء مجلس الإدارة في المصرف المركزي، بل لم يحضر السيد علي الحبري، ولم يحضر السيد مراجع غيث، ولم يحضر المجموعة التي تحسب على طرف دون آخر، وأضفي أيضا كل مجلس الإدارة من المؤسسة الوطنية للنفط، وأقصي أيضا حتى التمثيل القبلي لها، ولكن كان لطرف واحد. الغريب بأن في هذه الوثيقة لم يذكر على الإطلاق مسألة الإجحاف وعدم العدالة في توزيع الثروات وتقاسم الثروات والمنفعة لهذه الثروات الطبيعية التي حبنا بها الله. ولكن للأسف الشديد السيد صنع الله اصطف إلى استمرار هذه الحالة الهلامية من الإدارة من طرابلس، ولم يلتفت على الإطلاق حتى لأقل احتياجات المناطق المتاخمة لهذه الثروات، وللأسف لم يسعى حتى بعد تولي السيد فرج سعيد الحاتي في توليه، وهو يعلم جيدا بأن المهندس فرج سعيد مهندس ذو خبرة طويلة وتقنقراط من طراز رفيع، وهو أيضا يكون له الاحترام، ولكن لم يسعى على الإطلاق في توحيد هذه المؤسسة، بل استمر في إدارتها من طرابلس. لكن كما تعلم سيد عاطف، يعني إيرادات الإنتاج المتدني في السنوات السابقة من النفط كان يدوبك يكفي مرتبات الليبيين،
فهل من المنطقي فعلا أن توجه اتهامات من هذا النوع لرئاسة المؤسسة المتمثلة في صنع الله بأنه لم يلتفت إلى المناطق المحاذية والقريبة من المنشآت النفطية مثلها مثل باقي المناطق؟ مع احترامي سيد نبيل، كل التقارير، تقرير ديوان المحاسبة الأخير يشير بأن هناك تصرف في 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 أموال الميزانية العامة خارج الترتيبات الميزانية العامة، ومن أهمها ومن أبرزها هي الترتيبات الأمنية التي أتى بها السيد السراج إلى طرابلس، والتي مول بها ميليشيات بعينها دون رقابة حتى على أن تذهب هذه التمويل أو المعدات. ولكن هناك دلائل يعني موجودة بدون أي أدنى شك بأن أموال الليبيين استخدمت بشكل واضح للسيطرة على الموانئ النفطية في أكثر من مناسبة، في سواء إبراهيم جذران بعد ما خضع المرتبات من السيد زيدان، أو عملية الشروق بعد ما كلفت من المجلس العسكري مصراتة، وأخيرا الحالة البائسة الأخيرة في استخدام مرتبات ومهايا للحرس المنشآت النفطية التي كلفها المهدي البرغفي، وذهبوا بها حتى نقد، يعني صرف بها أموال نقدا إلى مرتزقة من المعارضة الشدية وغيرها. وبالتالي هنا من ناحية المبدأ، الجميع يعلم، حتى سيد صنع الله نفسه يعلم وقال في أكثر مناسبة بأن الليبيين، أموال الليبيين تستخدم في الاقتتال. لكن هنا أشدد بأن الاقتتال ليس بين طرفين من الناحية الشرعية، هناك قتال ما بين مؤسسة عسكرية ذاهبة في خطوات مهمة جدا إلى استرداد الدولة أمنيا واحتكار السلاح للدولة، وكانت في استعادة سيطرتها على الثانية وقت قياس يدل على وقوة هذه القوة. لكن لم تجبني سيد عاطف، ما جدوى تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ما دامت إدارة المصرف المركزي هي ذاتها التي تتصرف في إيرادات هذا النفط؟ المعروف بأن إيرادات النفط تأتي من العقود طويلة الأجل أو قصيرة الأجل وغيرها إلى حسابات في المصرف الليبي الخارجي في الخارج بالعملة الصعبة، وبالتالي من هنا من مصرف الليبي الخارجي تذهب إلى مصرف ليبيا المركزي لاستخدامها في الموازنة العامة. ولكن لو مصرف ليبيا المركزي لم يتعاون مع مصدر هذه الأموال وهي المؤسسة الوطنية للنفط، فهي مسألة اعتراض. لو اعترف بأن الذي أتى بهذه الأموال أو الذي عن طريقه أتى من الشحنات وغيرها هو المؤسسة الليبية أو المؤسسة الوطنية للنفط الموجودة في بنغازي وإدارتها حسب سواء قانون التأسيس بتاعها ولا قرار 27 من في 2012 في عادة إلى بنغازي، وبالتالي هناك ستجد علاقة مرغما عليها سواء حكومة الوفاق أو مصرف ليبيا المركزي بالتعامل مع هذه المؤسسة، ومن هنا يأتي الاعتراف بهذه المؤسسة والتعامل معها. وهي رسالة أيضا لكل الليبيين، رسالة أيضا لأن الليبيين في محاولة لاستعادة مقدراتهم من العبث في موازناتهم، هو بأن قد يكون من الأنسب بأن تفرض عليها السيطرة الأمنية ولا أن تذهب الأموال يعني في أشياء أسوأها، وهو تمويل القتال من عناصر أجنبية، عناصر حتى أجنبية. وبالتالي هنا مسألة الاعتراف مسألة مهمة جدا، وأيضا فرض قوة رسمية معترف بها في العالم مع التعامل مع هذه الشركات التي لها مصالح في ليبيا. فمصالح الشركات ليست مصالح سياسية ولا شكل الحكم ولا التنمية ولا غيرها، هي مصالح أمنية بامتياز، بأن من يوفر الأمن والاستقرار في موانئ منابع النفط ونقلها وتخزينها وتصديرها هم الشريك الحقيقي القوي. ديمومة هذه الحالة الأمنية من صالح هذه الشركات، وسترغم هذه الشركات بالتعامل مع من يسيطر عليها بأولا بتفويض مجتمعي وشعبي وحاضنة مجتمعية قريبة لها من الهلال النفطي، وأيضا بسند قانوني مهم جدا وهو البرلمان الليبي. السيد السنوسي إسماعيل من طرابلس، ليست ورقة سياسية يقول السيد عاطف الحسية، وإنما ورقة أمنية بامتياز، خصوصا وأن هناك الكثير من التقارير التي تفيد بأن إيرادات هذا النفط تمول المرتزقة، تمول أمراء الميليشيات، تمول من هاجم على الهلال النفطي نفسه قبل أيام قليلة، يعني ولا تصب في مصلحة الليبيين، بل على العكس، يعني حتى مع ارتفاع الإنتاج في فترات سابقة بشكل ملحوظ لم تتغير أحوال الليبيين إلى الأفضل، بل بقيت على ما هي عليه إن لم تكن أسوأ من ذي قبل.
فتعليقكم على ذلك. هو طبعا هناك عندما نذكر جزء من الحقيقة ونغفل باقي، هذا يعتبر نوع من الحقيقة من الخداع السياسي، أو لنقل حتى نوع فيه نوع من تفويت الفرصة على المواطن ليفهم حقيقة ما يجري. إذا كنا نتكلم عن فساد، فالفساد هذا يعني بلوى مصابة بها ليبيا منذ عقود حقيقة، وزاد أكثر خلال السنوات الماضية نظرا لسقوط هيبة القانون وحصول انقسام سياسي وغير ذلك من المشاكل الأمنية وغير ذلك. أصبح لدينا يعني غول الفساد الذي يسيطر على كافة مرافق ومؤسسات الدولة. هذا طبعا لا يمكن أن نلقي باللائمة على حكومة الوفاق التي تحاول أن تصلح وتحاول أن تنقذ البلاد من براثن الفساد والإفلاس والإرهاب والانقسام السياسي وغير ذلك من المشاكل. ماذا فعلت؟ أعطنا مثالا على محاربة حكومة الوفاق أو المجلس الرئاسي للفساد المتهمة به هي أيضا. هو على كل حال بالنسبة لموضوع الفساد ربما يحتاج حلقة كاملة. لا عليك. مش مشكلة، سؤال، نحن لا نفتح حلقة هنا وإنما سؤال. توفر أصلا توفر مجرد توفر الشفافية وتوفير الجو لديوان المحاسبة، هذا يعتبر من محاسن حكومة الوفاق، لأن هذا غير موجود في المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية لا يوجد فيها حسابات أصلا، 25 مليار أنفقت ولا يوجد لها حتى حسابات ختامية. هذا أمر معروف لدى مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب يعلمون ذلك، وأعضاء الحكومة المؤقتة الذين ينفقون أموال لا أحد يعرفها من أين يأتون بها ولا إلى أين يذهبون بها. وأضيف لك نقطة مهمة، وهي أن حكومة الوفاق توزع ما 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 يتوفر لديها من ميزانية على جميع مناطق ليبيا بالتساوي. لا يوجد يعني عملية التمييز الذي يذكره السيد في الذي ذكره السيد حاليا، إنما نتكلم هنا عن مشاكل أخرى. إذا كنا نتكلم عن مشاكل اقتصادية تتعلق بانهيار قيمة الدينار، بانقطاع نفط فترة طويلة جدا، وهذا أثر على مستويات الإنتاج وأثر حتى على أن المؤسسة، عندما الآن نعلم بأن هناك 15 مليار، نعلم أن هناك مشاكل، هناك مصاريف، هناك أمور، مشاكل كثيرة، هناك عجز يعني في الميزانية، لا ننسى ذلك حقيقة. لذلك لوم حكومة الوفاق واتهامها بهذا الاتهام الباطل بأنها تدعم أمثال الجدران أو غيرها، هذا حقيقة أمر غير صحيح وغير سليم، لأننا بهذا الشكل نلغي الجهة الوحيدة الخارجة من أطر الصراع يعني. لأن لكنك أنت نفسك أستاذ السنوسي، أنت بنفسك ذكرت بأن الجدران والقوات التي أستاذ سنوسي، أنت قبل قليل تحدثت بنفسك أن الجدران والقوات التي معه التي هجمت على الموانئ النفطية قبل أيام، يعني هناك أطراف سياسية تدعمها وتقف وراءها. نعم، أطراف رافضة للاتفاق السياسي. لا أتكلم هنا عن حكومة الوفاق يا سيدي، ولا يمكن. لا نشير إلى ذلك بطبيعة الحال. إذا من هي هذه الأطراف؟ من هي هذه الأطراف السياسية التي يعني لها يد طولة في إيرادات النفط وبإمكانها أن تمررها إلى الميليشيات وإلى المجموعات المتطرفة والإرهابية التي تهدد النفط في دائرة مفرغة لا يتضرر منها في النهاية إلا المواطن البسيط برأيك؟ هي الإشكالية في الهلال النفطي، حتى التدخل الدولي أيضا له دور، لأن حتى كلام المسماري نفسه يقول بأن هناك تدخل دولي. شوف يا سيدي، بالنسبة لقضية الجدران ومجموعة وكذا، هذه أمر واضح أن هناك من أنا لا أريد أن أتكلم بدون أدلة أو أذكر أسماء أو غير ذلك، لكن الأطراف واضحة حقيقة لدى المشاهد الليبي، الأطراف التي ترفض الاتفاق السياسي وليس حكومة الوفاق. حكومة الوفاق لا يمكن أن تكون طرف في مثل هذا الحقيقة الصراع على قوت الليبيين حقيقة. لكن أنت حكومة الوفاق دورها هو الدور الذي تقوم به مؤسسة الوطنية النفط، أن يعني ترفع مستوى الإنتاج، أن تحاول. ولكنه ارتفع أستاذ سنوسي، الإنتاج بالفعل ارتفع يعني حسب تقارير دولية وحسب تقارير إدارة المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله بنفسه يعني في الفترة والشهور الماضية. كيف استفادت منه ليبيا؟ كيف استفاد منه الليبيون الإيراد؟ أين ذهب هذا الإيراد برأيك؟ أين سيذهب الإيراد؟ يعني هو إذا أردنا أن نعلم هذه الأمور، لا يمكن أن تنفق أي أموال من النفط إلا عن طريق الميزانية، والميزانية نعلم بأن هناك إشكالية في قبول
حكومة الوفاق أو التي اقترحها المجلس الرئاسي أو التي فوضها اضطر أن يفوضها المجلس الرئاسي من أجل خدمة الليبيين لم يقع عليه مجلس النواب، وبالتالي هناك ما تسمى بميزانية الترتيبات المالية التي تدخل المجتمع الدولي لكي لا تتوقف مرتبات الليبيين، لكي لا تتوقف يعني على الأقل الحد الأدنى من توزيع الأدوية وغير ذلك من الأمور الضرورية. لا هذه أمور لا طبعا يا سيدي هي مشاكل كبيرة جدا ومعقدة لا يمكن حقيقة أن نتناولها في هذه العجالة، ولكن هي المسألة أن ارتفاع النفط محتاج إلى مرور فترة استقرار لا بأس بها. كانت حتى التوقعات الاقتصادية أن ليبيا ستخرج من المشكلة الاقتصادية في نهاية عام 2020 في حالة استمرار معدلات الانتاج بهذا الشكل، وهدف المؤسسة النفط أن يصل معدل الانتاج إلى 1.5 مليون برميل على حسب حصة ليبيا في الأوبك، وبالتالي فإن حينئذ يمكننا أن نتكلم عن استقرار لسعر الدينار، عن استقرار اقتصادي. أما هذه المشاكل التي نراها الآن حروب ونزاعات وحقيقة ومشاكل أمنية وخلافات سياسية، هذا هنا لا يمكن أن نتكلم عن اقتصاد يعني. لكن أستاذ السيد سنوسي، سواء ارتفع الإنتاج هنا نتكلم عن اقتصاد أزمة طيب. ليس اقتصاد طبيعي. نعم، لكن اقتصاد الأزمات يعني لا ترصد لهم ميزانيات بالملايين الكثيرة أستاذ السنوسي، ولا يعني تصرف الملايين ومئات الألوف في أشياء تعتبر من الكماليات. عموما سواء ارتفع الإنتاج مثل ما تتفضل وتقول أو لم يرتفع، سواء توقف الإنتاج أو لم يتوقف أو بيع أو لم يبع من قبل المؤسسة الوطنية التابعة للحكومة المؤقتة، يقول الكثير من الليبيين لن يتغير من واقع الأمر شيء، أو على الأقل لن يتغير الشيء الكثير، بل على العكس لأن الوضع مزري في الحالتين. الليبيون يرون بأن المستفيد الوحيد من إيرادات النفط في حال بيعه هم الناس الذين يقومون يتمون صفقات مع إدارة المصرف ليبيا المركزي في طرابلس، المتهمة بتمويل ميليشيات، بصرف اعتمادات لشركات وهمية، ورآها الكثير من الليبيين. يعني هل فعلا يعني يمكن تصديق ما تقول؟ كيف يمكن فعلا أن نعول على ارتفاع الإنتاج وتحسن الوضع الاقتصادي إذا ما استمرت الأوضاع الإدارية سواء من مصرف ليبيا المركزي أو من المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الرئاسي على ما هي عليه؟ هي طبعا تتعلق بأمور أخرى يعني غير موضوع النفط، يعني غير موضوع النفط وغير موضوع النزاع على إدارة النفط وعلى حراسته وغير ذلك. هذه التي ذكرتها سيد نبيل هذه تتعلق بمكافحة الفساد، أيضا بالخطة الاقتصادية التي اقترحت من قبل الخبراء الليبيين وإدارة البحوث بمصرف ليبيا المركزي مثلا، وكذلك يعني هذه أمور أخرى يعني ليست يعني في إطار الحديث عن النفط وعن الصراع. طيب، لكن هناك من يعتبر هذه الخطوة أستاذ السنوسي، هناك من يعتبر هذه الخطوة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة بتسليم موانئ النفط التابعة أو الموجودة في الأراضي المسيطرة عليها إلى إدارة جديدة للمؤسسة الوطنية للنفط أو الإدارة المتابعة للحكومة المؤقتة، هناك من يعتبرها خطوة للضغط على الأطراف الداخلية أو حتى الشريك الأجنبي والمجتمع الدولي لتغيير إدارة المصرف ليبيا المركزي في طرابلس والمتمثلة في الصديق الكبير، يعني من باب يعني أن تكون الإيرادات في صالح الجميع. يعني صديق الكبير اتفقت الأطراف أو الفرقاء الليبيون اللي في العادة لا يتفقون على شيء، اتفقوا في أغلبهم في الفترة الماضية على تغيير إدارة المصرف ليبيا المركزي، واختلفوا فقط على مسألة يعني الأمور الشكلية أو الفنية حينما انتخبت شخصية أخرى مقابل الصديق الكبير. لماذا لا تعتبرون هذه الخطوة بمثابة الضغط على الجميع لإقالة الصديق الكبير واستبداله بآخر على الظروف تتحسن، وهي خطوة أعتقد اتفق عليها الجميع، لا توافقني في الرأي؟ هو شوف يا سيد نبيل، هو بداية بالنسبة لموضوع المحافظ وكافة المناصب السيادية هي لا تحتاج إلى هذا الجدل وإلى هذه المشاكل وإلى هذه الإثارة كلها، هي تحتاج فقط أن تجتمع لجنة من مجلس النواب ومجلس الأعلى الدولة حسب الاتفاق السياسي الذي يمثل المرجعية للمرحلة انتقالية قبل أن نصل إلى الدستور. بالتالي فإن هذا الاتفاق السياسي يتيح تغيير كافة المناصب السياسية. هي الإشكال ليس هذا هو المشكلة، ليست مشكلة في فلان أو علان، إشكاليتنا في عدم
وجود لنقل أو أو, 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 أو أو بالعكس أقول أنه المشكلة في وجود أطراف لا تريد أن تلجأ إلى الاتفاق السياسي وإلى جهة محايدة اللي هي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق باعتباره يمثل كافة الأطراف السياسية الموجودة على الأرض. بالتالي فإن الأطراف الرافضة للاتفاق السياسي لا تريد أن تلتفت إلى هذه القضية، وإنما إثارة هذا الموضوع عبر الإعلام أو عبر إدخاله في قضية إنتاج النفط وغير ذلك، هذه حقيقة أراها مسائل بعيدة عن حقيقة الأمر. يعني حقيقة الأمر بأن أي منصب سيادي سواء كان منصب مركزي أو غيره يملك تغييره مجلسي النواب والدولة بكل سهولة. أقول لك طيب، وربما ترد عليك ربما يرد عليك بنفس الحجة، وهي نقطة أثارها السيد عاطف الحسية من بنغازي، أن الأمر ليس معقدا أيضا مثل ما تتفضل أنت وتقول. يعني ما يجري الآن ما هو إلا تنفيذ أو تفعيل لقرار صادر حتى قبل الاتفاق السياسي الذي تتحدث عنه وتشيد به سيد السنوسي، قرار صادر من أيام الحكومة التي يرأسها التي كان يرأسها علي زيدان، فلماذا كل هذا التعقيد؟ حتى لو كانت أنا لا أعرف أن هناك قرار بهذا الخصوص. كيف لا تعرف؟ لا عذرا كيف لا تعرف ذلك؟ هذا قرار يعرفه الصغير قبل الكبير. قرار صادر من رئيس الحكومة المؤقتة وقتها السيد علي زيدان بنقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازي، ويعني وبالتالي يعتبر هذا ما هو إلا تنفيذ لذلك القرار، يعني أو تفعيله. يعني سيد نبيل، الإشكالية ليست في المقرات، نعلم أن مقر مجلس النواب أيضا في بنغازي ولكنه يجتمع في طبرق ويرفضون انتقال إلى بنغازي. هي الإشكالية ليست في المقر، أنا أتكلم هنا عن مؤسسة الوطنية للنفط المعروفة سيقودها سيد صنع الله، والتي كانت تدير النفط وبكل اقتدار وبكل مهنية ومعترف بها دوليا، وعندنا شركاء دوليين يعني يتعاملون معها. يعني الأمر ليس بهذه البساطة يا سيد نبيل، ولكن مع ذلك كل القرارات التي سبقت الاتفاق السياسي هي كلها في واقع الأمر محل نظر. يعني ليست هناك قرار يمكن أن يقرره مجلس النواب مثلا قبل الاتفاق السياسي أو قرره المؤتمر الوطني أو غير ذلك، لا يلزم طرف الاتفاق السياسي إلا بأن يعاد فيه النظر، يجتمع اللي هو طرفي الاتفاق السياسي الأساسي اللي هم مجلس النواب والمجلس النواب والمجلس على الدولة، ويقرروا بشأن أي قرارات سابقة لتوقيع الاتفاق السياسي. السيد عاطف الحسية من بنغازي. السيد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة والموجود في طرابلس والتابع للمجلس الرئاسي، يعني قال بأن القوات المسلحة أو القيادة العامة للقوات المسلحة لا تملك الحق أو لا تتمتع بأي سلطة قانونية حتى تتخذ هذه الخطوة وتنقل الموانئ يعني من إدارة إلى إدارة أخرى. وفي النهاية الموقع مثل ما كان يقول السيد السنوسي يعني ليس إشكالية أن تكون المؤسسة في طرابلس أو في بنغازي، تعليقا على مسألة تنفيذ قرار سابق صادر من الحكومة التي كان يرأسها علي زيدان في وقت ما أعرف أن الاتصال انقطع للأسف الشديد. أرجو إعادة الاتصال بالسيد عاطف الحسية. لا أريد أن أعود مرة أخرى للسيد السنوسي إسماعيل لأن هناك سوف يكون إشحاف في توزيع الوقت بين الضيفين، أرجو أن يعني يتسع الوقت خلال الفاصل نتصل بالسيد عاطف الحسية ومن ثم نعود حتى نكمل هذا النقاش. أهلا بكم من جديد في أكثر، نتحدث عن
ما وراء قرار القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تسليم الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي التي قامت بتحريرها مؤخرا من العصابات الإرهابية، وكذا عدد من الموانئ والمنشآت والحقول النفطية الواقعة في أراضي سيطرتها إلى إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة؟ ويعني سوف نسأل أيضا في المحور القادم حول ردود الفعل المتوقعة من الشريك الأجنبي الذي يشتري هذا النفط، وكذا المجتمع الدولي الذي نراه لغاية الآن يلتزم سياسة الصمت. أغلب ردود الفعل لغاية الآن هي فقط ليبيا ليبيا صرفة، يعني من داخل ليبيا. سوف ننتظر الآن ردود الفعل الخارجية. سيد عاطف الحسية، أرحب بك من جديد بعد الفاصل، انقطع الاتصال بك، وكذا أرحب بالسيد السنوسي إسماعيل، كلاهما يعني ناشطان سياسيان ومحللان سياسيان. سيد عاطف من بنغازي، يعني السيد مصطفى صنع الله يقول بأن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لا تملك أي سلطة قانونية حتى تقوم بما قامت به، بل هو وآخرون يشبهون ما فعله المشير حفتر بهذا القرار بما كان يفعله إبراهيم الجدران الذي كبد الدولة الليبية والليبيين المليارات من الخسائر إذا ما توقف إنتاج النفط أو بيعه على الأقل بسبب هذه الخطوة من قبل القوات المسلحة. كيف تعلقون على هذا وردكم بشكل عام على ما أتى من نقاط على لسان السيد السنوسي إسماعيل؟ هو اولا مساله لا تملك الحق، الجيش الليبي قوه ليبيه تمثل الجيش الليبي بكل اطيافه، وبالتالي هو يملك الحق في اعاده السيطره الامنيه على كل مخدرات الليبيين التي خرجت امنيا من سيطره الدوله، وبالتالي يرجع هذا المؤسسه او هذا المرفق الى من يتحكم فيه من الناحيه القانونيه، اما ارجاعها من الناحيه الشرعيه والتحجج بان كل ما نفعل اليوم على المستوى الحكومي وعلى المستوى الاداري يرجع الى الاتفاق السياسي الليبي. الاتفاق السياسي الليبي لو رجعنا اليه فهو منتهي قانونا، منتهي من يوم 17/12/2017، وبالتالي هو لو دخلنا فيه في الجدال القانوني بأن هذه الوثيقة التي اتفق طرفان عليها هي وثيقة تتفق طرفان ولن تدستر وليس لها أي أساس قانوني أو دستوري، وبالتالي مسألة أحقية الجيش في إرجاع كل هذه المرافق إلى من يديرها من الناحية الشرعية ذهب بها كما هي على الورق وكما هي قانونا، هي إعادتها للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المنبثقة عن البرلمان، هذه من الناحية الأخرى. لكن في هذه النقطة أستاذ عاطف عذرا، إن كان الأمر كذلك لماذا القيادة العامة للقوات المسلحة هي من تقرر وتعلن أن تعيد الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط؟ لماذا لم يترك هذا الأمر لمجلس النواب للبرلمان الذي عليه أن يفعل ذلك قانونا؟ أخي نبيل في المحاولة الأولى في المحاولة الأولى لإقفال النفط من إبراهيم الجدران أتى الجيش وقام بعملية البرق الخاطف واستعاد هذه المؤسسات وأرجعها إلى المؤسسات الشرعية في ذلك الوقت تحت الاتفاق السياسي وهو المؤسسة الوطنية النفط في نية منه على كل هذه المؤسسة المنقسمة في توحيدها كما توحدت بعض المؤسسات الأخرى كالشركة العامة للكهرباء وغيرها وغيرها. نعم. ولكن أصبحت هذه السيطرة سواء المؤسسة الوطنية للنفط المتحكمة فيها حكومة الوفاق أو غيرها في طرابلس أصبحت تهدد مسألة السيادة الوطنية بشكل مباشر، وذلك بأدلة دامغة ومعروفة لدى الجميع بأن كل من يحاول السيطرة على هذا النفط يريد استخدامه ورقة سياسية في إعادة الحكم لهذا الطرف الذي السيد السنوسي لا يريد ذكره، سأذكره أنا علنا، وهو طرف الإسلام السياسي الذي حاول الالتفاف على صناديق الاقتراع في 2014، وبذلك ومن يمثله منهم التحكم في المجلس الأعلى للدولة الذي انتهى أيضا هو بعد انتهاء الاتفاق السياسي. مسألة الشرعية وحكومة الوفاق، حتى مسؤولية حكومة الوفاق التي تفضل بها السيد السنوسي، لو رجعنا أن في بدايات حكومة الوفاق كان هناك حملة من ما يسمى بسرايا دفاع البنغازي، كانت منها مباركة من وزارة الدفاع داخل حكومة الوفاق، ومذبحة إبراهيم الشاطئ من داخل حكومة الوفاق. هناك مسؤولية قانونية
بطاقة الليبيين من حكومة الوفاق. أما التحجج بأن حكومة الوفاق حكومة محايدة منضفقة عن اتفاق سياسي معين، فأرجو أن نجتاز هذه المرحلة. المرحلة الآن مرحلة أمنية وإعادة سيطرة وإعادة الدولة وإعادة سيطرة أمنية على كل مقدرات الليبيين. وهناك أطراف بعينها تريد بشكل يعني بشكل غبي للمرة الخامسة بجعل مسألة النفط وكأنه هو القاسم الغير مشترك ما بين الليبيين. هو قاسم مشترك وهو متفق عليه، واللعب على مسألة بأن طرقة تريد الاستحواذ على النفط وغيرها. فليذهبوا إلى التاريخ، يروا في 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 بداية تأسيس الدولة هي طرقة إن أرادت الاستيلاء لاستولت على دولة بمقدراتها بعلاقاتها بالدول الأخرى، بل بالعكس آثرت على نفسها وذهبت ووحدت الليبيين وستبقى موحد الليبيين في المستقبل إن شاء الله. نعم، لكن لم تجبني على سؤالي أستاذ عاطف، لماذا لم تعلن رئاسة مجلس النواب على الأقل أو مجلس النواب إعادة هذه الموانئ النفطية بدلا من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إدارة المؤسسة الوطنية التابعة للحكومة التابعة للبرلمان؟ يعني لماذا يقوم القائد العام للقوات المسلحة بهذا الإعلان والذي غلطه فيه الكثير من المتابعين واللي يصطادون ربما في الماء العكر؟ سيد نبيل، لو أخذنا توارد أو التسلسل المنطقي للأحداث، التسلسل المنطقي للأحداث يقول بأن استعادة السيطرة على الهلال النفطي من الجيش الليبي، بذلك أصبح في ذلك الوقت أصبحت قوة قاهرة تسيطر على هذا المرافق المهمة، وبالتالي دخل الجيش الليبي استرد هذه السيطرة وأرجعها للمؤسسة التي شرعية في هذا الوقت، ومع التقارير الاستخباراتية أرفقتها بتقارير استخباراتية مهمة جدا بأن كل من يأتي من حكومة الوفاق غير مسيطر عليه. أنا لا أقول بأن نية حكومة الوفاق أو أي نية أخرى، يعني لا أساويها بحكومة الإنقاذ مثلا، بل بالعكس أقول بأن هي غير مسيطرة على أموال الليبيين وهي لا تدري أين. نعم، لكن الحديث هنا ليس عن حكومة الوفاق سيد عاطف. يعني السيد مصطفى صنع الله يقول ليس للقوات المسلحة أو للقيادة العامة للقوات المسلحة السلطة القانونية أو الحق القانوني حتى يسلم الموانئ من إلى، لكن لو كان فعلها مجلس النواب لما ذكر هذا الأمر السيد مصطفى صنع الله أو غيره؟ ألا تتفق معي في ذلك؟ يا سيدي، أنا أقول بأن كل الاجتماعات التي حدثت ما بين الجيش الليبي والحكومة المؤقتة ومجلس النواب قبل حتى حدوثني كانت بأن أي مدينة، حتى مدينة بنغازي لما حررت مدينة بنغازي من الجيش الليبي، إلى من سلمت؟ سلمت إلى بلدية بنغازي وسلمت إلى الحكومة المؤقتة. وحتى درنا لما يعني بنفس النهج بأن الجيش يسلم إلى السلطة التي هي شرعية جغرافيا وسياسيا وقانونا بهذا الشيء. أما المسألة القانونية، أنا لا أريد أن أخوض المسألة القانونية بمسألة الاتفاق السياسي. الاتفاق السياسي انتهى قانونا وبشهادة الجميع، انتهى سياسيا، انتهى مجتمعيا، هو عبارة عن شماعة يعلق عليها إما حكومة الوفاق أو غيرهم، حتى اللي داخلين في إفشال مسألة الاتفاق الصيرات رأوا من مصالحهم استمرار هذا الاتفاق السياسي، وأكبر دليل وجود المجلس الأعلى للدولة. طيب، وهنا أقول أن المسألة أمنية، مسألة استعادة سيادة وطنية. إن سيست كل هذه الأوراق وأنكروا علينا كل هذه التضحيات، أكثر من 140 شهيد قتلوا في أكثر من 3 حملات، يعني جماعة مريحة هذا نفس الفلوس اللي نحن حاملينها. نعم، إذا نفس مصدر الفلوس اللي هاجموا به شيء لا يعقل بصراحة. نعم، لكن تؤكد يعني أن بأن يعني هذا الموضوع، موضوع النفط أو السيطرة، من يسيطر على الهلال النفطي هو من يسيطر على الـ على الـ على على مفاتيح اللعبة السياسية بشكل عام. يعني هذا الرأي المطروح بقوة
في ليبيا وحتى خارج ليبيا سيد عاطف، يعني في النهاية ألا ترى بأن تسليم النفط للحكومة المؤقتة التي تتبع للبرلمان والبرلمان الذي يعتبر هو طرف أو فريق أو خصم سياسي لطرف آخر، ألا تعتبر في حد ذاتها هذا يعني إن كانت التيار الإسلامي السياسي يلعب بهذه الورقة لصالحه، ألا ترى بأن تسليم المؤسسات أو الموانئ النفطية التي إلى حكومة تتبع للبرلمان ألا يعتبر هذا أيضا ورقة سياسية لصالح البرلمان؟ في النهاية هي تسلم تؤخذ من طرف وتوضع في طرف آخر إن جاز لنا الوصف. هل يتساوى الشرطي مع اللص؟ هل يتساوى الجندي؟ وهل يجلس اللص مع الجندي على طاولة واحد؟ ألم يجلس مجلس النواب مع الطرف الآخر؟ إن كانوا قابلهم هل سوف نعترض نحن؟ أنا لم أقول بأن حكومة الوفاق لص، أنا أقول بأن حكومة الوفاق فاشلة في التحكم في إيرادات الليبيين، وهي مسألة مهمة. هناك نية مبيتة في الوفاق، تمام، نحن كلنا عارفين بأن حكومة الوفاق هناك نية حقيقية للوفاق بين الليبيين، ولكن هناك عجز وهناك اختراق أمني في وزارة دفاعهم، واختراق أمني في حرس منشآتهم، واختراق أمني في المجالس العسكرية التي يعترف بها. يعني هل يتساوى من له شرعية ومن له تحكم ومؤسسات وله تراتبية وهرمية في مؤسساته مع مؤسسة حتى بغض النظر عن نياتها طيبة الفاشلة في إدارة هذه المقدرات؟ بصراحة لا يتساوى عندي أنا شخصيا هؤلاء الطرف. لو رفعنا الحديث إلى مرتبة أعلى قليلا، بدل الحديث عن الحكومات، حكومة وفاق أو حكومة مؤقتة، لو تحدثنا على مستوى السلطات الأعلى التشريعية أو الاستشارية مثل المجلس الأعلى للدولة أو مجلس النواب، حينما تسلم يعني هذه الموانئ للحكومة المؤقتة، ألا تعزز وتقوي هذا من موقف مجلس النواب في أي جلسات تفاوضية قادمة، هذا إن حصلت أصلا، أمام خصيمه الطرف الآخر الموجود على الطاولة؟ بالتالي أليست هذه ورقة سياسية وليست أمنية مثل ما كنت تؤكد وتقول؟ أليس هناك جوانب للعب سياسي بهذه الورقة لصالح مجلس النواب في حال فعلا سلمت الموانئ واستمرت يعني إدارة رئاسة المؤسسة في بنغازي لهذه الموانئ لفترة طويلة؟ سيدي، الدولة أهم من ميزات الدولة هو حماية مقدراتها، وبالتالي قوة الدولة أو قوة هذه الدولة هي ورقة للسياسة الوطنية وليس ورقة سياسية. هذا في لو فرضنا جدلا بأن مجلس النواب، بالتعريف مجلس النواب مجلس النواب الليبيين كلها، مجلس النواب ليس مجلس نواب برقة وليس مجلس نواب الجيش. كل النواب الموجودين في طبرق أمس، من ورشفانة، من سبها، من سرت، هذه مسألة مهمة، مسألة بأن مجلس النواب منتخب شرعيا ب 13 دائرة على مستوى ليبيا. يعني يجب أن يعلم الجميع بأن اختزال هذه التفريات بأن ورقة سياسية، أنا شخصيا لا أقبل على الإطلاق. هي ورقة وطنية لاستعادة الوطن وليس ورقة سياسية. لو كنا ورقة سياسية لكان في من الأجدر منع كان يعملها للمرة الأولى لما طلع الجبران اللي كان كلهم يرفضوا، كان ممكن ينقلها في ذلك الوقت كاتفاق سياسي وكان ممكن يديرها، لكن المسألة ورقة وطنية. ولكن أشقائنا وشركائنا في الوطن الذين يحملون سياسات مختلفة أو قناعات سياسية مختلفة علينا يروا بأنها ورقة سياسية، هم رأوا بأنها ورقة سياسية لأنهم دعموا الجدران ووصفوه بالمفسدة الصغرى ووصفوا أفتر بالمفسدة الكبرى، ودعمه بالطريقة هذه سيصلهم إلى ورقة سياسية في التفاوض. هم من قالوا هذه الأشياء، ليس المؤسسات الشرعية المنضبطة من انتخابات 2014. نعم سيد السنوسي إسماعيل، إن كانت يعني هذه أوراق سياسية تخلط وترمى وتلعب يعني أما كان يعني مثل ما كنت تقول حضرتك يعني من أول النقاش، أما كان من الأولى حسب هذا الطرح من قبلكم أو من قبل من يتحدث مثلكم أن يعني من القيادة العامة كانت فعلت هذه الخطوة اليوم يعني قبل سنتين تقريبا، يعني أو
نعم قبل سنتين حينما هجم الجدران على الموانئ النفطية أو كان يسيطر على الموانئ النفطية، ومن ثم حررت القوات المسلحة في عملية البرق الخاطف في الموانئ وسلمتها أو أعادتها لمصطفى صنع الله وللمؤسسة الموجودة إدارتها في طرابلس. يعني إن كان الرجل هنا يعني يستخدم هذه الورقة سياسيا، أما كان فعلها قبل سنتين من الآن، لماذا الآن؟ في ذلك الوقت كانت هناك يعني قرار ملكي وتم الان حتى من بعض النواب بان النفط يباع الى مصر وصفقات مع مصر وغير ذلك من الكلام، لكن هذا منعه المجتمع الدولي، الدول السته شركه اداره النفط التي اصدرت بيان واضح وتكلمت عن التاكيد على القرار 2259 الذي يشير الى الأجسام الموازية ويشير إلى عقوبات معطلي حكومة الوفاق، وكذلك القرار اللي هو 23-62 الذي يشير إلى عدم السماح ببيع النفط إلا عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط التي معروفة مقرها في طرابلس ويقودها السيد صنع الله. حقيقة هذه الادعاءات التي سمعناها كثيرا هي تكرار لما كان يقوله الجدران. يعني الجدران لما أقفل النفط كان يقول بأن هناك عدادات وهناك إخوان في طرابلس يسرقون النفط وغير ذلك، وشرد الليبيين وأقفل النفط 3 سنوات، وأعتقد بأن السيد الحافية بنفس اللغة يتكلم هو من ضمن الذين كانوا يؤيدون الجدران في ذلك الوقت، يعني ويقول له نعم أقفل النفط لأنما زي ما نقول بالليبي هيك يقول لك ما حصلنا منه شيء نفط خليه في الأرض، وكانوا يشجعون الجدران ويعتبرونه بطلا قويا، ثم فجاه تحول الجدران الى غير ذلك. يعني هذا واصبح بطلا قوميا عند الاخوان. الم يرسل الجدران مبعوثا باسمه ويعني لمقابله رئيس المجلس الاعلى للدوله المنتمي لجماعه الاخوان السيد خالد المشري؟ كيف يمكن فهم هذه الامور؟ هل اصبح الجدران بطلا قوميا عند الطرف الاخر 2018؟ انا لم اسمع به مبعوث، يعني هذا مش عارف هذا كيف يكون بالطريقه هذه. هو الجدران كان مسجون، كان في السجن ثم اخرجه، يعني خليني نقول لك حتى الاخوه اللي صرحوا فيها من نالوت ومن غير نالوت صرحوا بان الموقوف الجدران كان موقوف عندهم، ثم فصيل في ورش فانا قام باعتقال اشخاص من نالوت ثم وقف سراحه، ثم فجاه ظهر لنا في هلال مفتي. لا علاقه لمجلس الدوله ولا يحكم بهذا القرصان حقيقه، لكن هي المساله التي احب ان اكد عليها. لكنه خرج في مؤتمرات صحفيه وصورته كاميرات الاعلام. استاذ سنوسي، الجدران خرج من وسط طرابلس أمام المؤتمرات الصحفية وكاميرات الإعلام، يعني إن كان الرجل لصا مثل ما تقولون وإن كان هناك مذكرات بإيقافه فعلا صدرت من النائب العام في طرابلس، لماذا لم يعتقل أين من ذلك الوقت؟ يعني أين هذا المؤتمر الصحفي؟ أنا لم أسمع به حقيقة، أنا إعلامي ولم أسمع بمؤتمر صحفي طرابلس في الجدران. متى حصل هذا المؤتمر؟ الصورة موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك على المواقع. يا سيد نبيل خلينا من الكلام هذا، ما فيش منه كلام هذا، مش لا يمكن. يعني لو الجدار انا اتحدى ان يكون في طرابلس، لو يكون في طرابلس سوف يعتقل فورا. اولا يسلم النائب العام، لان هذا مطلوب من النائب العام. طيب الجدران ان كان حصلت عليه مجموعه في 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 ورش فانا مثل ما تقول من مجموعه اخرى في نالوت، كيف خرج في الهلال النفطي؟ يعني الا يعتبر يعد المنطقه الغربيه يعني عليه ان يمر على الكثير من البوابات والاستيقافات والمجموعات الامنيه وغيرها، يعني كيف خرج الرجل هكذا هو شوف من نقطه الى نقطه اخرى بعيده كل البعد، يعني ان لم يكن هناك يعني من هذه الامور من مرره تفاصيل انا ربما لا ادرك الكثير منها، فما يعني لا ادرك يعني بعض التفاصيل انا لا ادركها بالاساس، يعني لا استطيع ان اناقشها حقيقه. لكن ان تكون هناك علاقه بين هذا الرجل وبين حكومه الوفاق، هذا كلام بعيد عن الواقع وبعيد عن الحق، يعني حقيقه لا. يعني يقول لك يا سيدي زي ما يقولوا في الليبي اكره ما تبلي، يا سيدي ما اكرههم انت لكن ما تبتليش عليهم يا اخي. هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى موضوع هذا الشماعه التي نسمعها الان وهي ان هناك فساد وهي مش عارف ايش اعتمادات وغير ذلك، ثم نرى بان هناك استغلال لموضوع النفط وحرمان الشعب الليبي بنفس طريقه الجدران. انا اقول لك بكل صراحه نفس طريقه الجدران، وهذا ورد في كلام ليس كلامي انا، هذا كلام المجلس الرئاسي وكلام مؤسسه النفط.
لأن هذا الأسلوب هو نفس أسلوب الجبران، أن تنتزع الهلال النفطي بالقوة ثم تسلمه إلى جهة غير شرعية وغير معترف بها دوليا. هذا كلام حقيقة راه يعني حقيقة خطير جدا، ويشكل خطر كبير على استقرار ليبيا وعلى اقتصادها وعلى حقوق المواطن التي ننتظر أن تصله تباعا وفقا يعني ما يكون يعني وفقا لمنهجية سلمية ومنهجية حقيقة تتبع تحترم الإعلان الدستوري وتحترم المسار الدستوري المعروف وتحترم يعني ما تم التوصل إليه من توافقات في هذا الشأن. عندما تقول الاتفاق السياسي انتهى، يا أخي هذا كلام غير صحيح. الاتفاق السياسي لن ينتهي أبدا إلا إذا كان هناك دستور للليبيين. هذا هو، حتى كلام هذا ليس كلامي أنا، هذا كلام مجلس الأمن يا سيدي، هذا كلام هذا كلام الواقع، لأن الميزانية وكل ما نشهده في ليبيا هي عن طريق الاتفاق السياسي. لا يمكن حقيقة أن يتم أي تصرفات تخالف الاتفاق السياسي. كنا نتكلم عن تصرفات رسمية تقودها حكومة الوفاق، لكن يعني غير ذلك من الأمور، هذه أمور تتعلق بقناعات شخصية يعني أو نعم. قناعات. لكن الاتفاق السياسي حتى مجلس الأمن يعني ما عاد والأطراف الدولية سيد سنوسي، الاتفاق السياسي حتى مجلس الأمن أو الأطراف الدولية ما عادت تعول عليه أو تنتظر منه أي شيء أو نتائج مرجوة أو أي شيء إيجابي بعد كل هذه السنوات والجلسات الطويلة من المفاوضات التي لم تفضي إلى شيء في الحقيقة على أرض الواقع. يعني يختلفون على شيء بعدما يتفقون عليه بعد جهد جهيد، يختلفون على تفصيلة أخرى وهكذا دواليك. بالتالي يعني ألا ترى بأن أيضا الحديث على الاتفاق السياسي أصبح يعني خارج الوقت أو فاقد لأوانه؟ اليوم هناك الحديث عن الانتخابات، حتى البعثة الأممية أمام مجلس الأمن كان هناك تأكيد على هذه النقطة. ما عاد هناك حديث مثل ما تتحدثون اليوم عن الاتفاق السياسي وأهمية المضي فيه قدما. أتفق معك في أن بمجرد أن تكون هناك انتخابات يعني بدستور وكذا واحترام لإرادة الشعب الليبي، هنا سينتهي الاتفاق السياسي أوتوماتيكيا، يعني سينتهي ويكون لدينا دستور، يكون لدينا منتخبين جدد ووجوه جديدة. هذا يعني نعمل أن يتم خلال هذه السنة، ولكن حقيقة من يعارضون قيام الدولة ويعارضون يعني هم تجدهم دائما لا يملكون البديل إلا الاحتراب، فقط الحرب واستخدام القوة، استخدام القوة والحرب فقط. هذه الإشكالية التي نقع فيها الآن. يعني أنت يا سيدي هذا الاتفاق السياسي، إذا كنت تملك بديل آخر هات هو وعجل به لإنقاذ هذا الشعب، إنما لا، يدخلون الشعب في هذا في حرب تلو حرب تلو حرب ومواجهات مسلحة لا نهاية لها في الجنوب وفي الشرق وفي الغرب. يا أخي هذه الإشكالية على من سيد نبيل. الاتفاق السياسي ليس قرآن منزل بطبيعة الحال، هو عبارة عن يعني مرجعية اتفاقية محدودة يعني حقيقة، وتم تضمينه في الإعلان الدستوري، وهذا موجود، هاي المحكمة العليا موجودة اللي يقول لك هو غير قانوني. يا سيدي هاي المحكمة العليا موجودة، تعال المحكمة العليا وضعاً فيه. يعني هذه الإشكالية التي نعاني منها، ينكرون قانونية هذا الاتفاق ولا يستطيع أحد منهم أن يقف ويطعن فيها. نعم، لكن الحديث اليوم ليس عن، لا نريد أن نتعمق كثيرا عن الاتفاق. أنت تطرح موضوع الاتفاق سيد سنوسي بأن هذه الخطوة من قبل الجيش هي تعرقل الاتفاق السياسي، ولكن الجيش عبر ناطقه الرسمي العميد أحمد المسماري قال قبل أيام أن من هاجم الموانئ النفطية يريد أن يعرقل يعني لا أريد أن أقول الاتفاق، وإنما المضي قدما في العملية السياسية وهي عن طريق الانتخابات الموعود بها الشعب الليبي قبل نهاية هذا العام. يعني أنتم تستعملون نفس الكلام الذي يقوله الجيش، يعني أنتم هكذا تضعون الناس في ورطة. هذا كلام، هذا الجملة هذه صحيحة، هذه الجملة صحيحة. من هاجم النفط بكل تأكيد هو ليس له يعني مرجعية الاتفاق السياسي، وليس له قناعة بأن الأمور لا تحل بهذا الشكل حقيقة، بأن تعرض قوة الليبيين إلى هذا الخطر وإلى الاحتراق وإلى الاحتراب وإلى الانتزاع بهذا الشكل الهمجي الدموي حقيقة. والسيد ضيفك الكريم الحفية تحدث عن 140 شهيد، أنا أعتقد بأن هذه إشكالية كبيرة أن يقتل الليبيون هكذا على قوتهم، وفي الوقت الذي تتوفر مرجعية موجودة والمجتمع الدولي يدعمها، يعني دعمها المجتمع الدولي هذه المرجعية الاتفاق السياسي. حقيقة هذه الإشكالية الكبيرة نعاني منها، إن هؤلاء المحتربون لا يملكون يعني مشروع سياسي مقنع للليبيين بحيث يكون هناك حل يعني لهذه الإشكاليات.
انما يكون تفترض بان هذا الاتفاق السياسي يفرض فرض. هو لا يفرض فرض، هو موجود كبرنامج عمل يعني سياسي وكحل سلمي اذا رات الاطراف، اذا لم ترى ذلك فليرونا ما هو البديل. هذا البديل الذي يكون. طيب لكن قبل ان ننتقل للسيد عاطف الحسيه، ان كان هجوم الجدران او من معه من سرايا ارهاب بن غازي مثل ما أصبح يقول أهل بنغازي أنفسهم عنها، أو أهل الليبيين بشكل عام، أو المجموعات المسلحة اللي هجمت على الموانئ النفطية، إن كانوا هؤلاء يعني يعرقلون العملية السياسية والمضي قدما إلى الشاطئ المستقر، دعنا نقول من هذه العاصفة التي تمر بها ليبيا، لماذا إذا لم يدان من قبل تيار الإسلام السياسي؟ والنقطة ربما أشار إليها السيد عاطف الحسي، يعني نحن خلال عملية الهجوم أو على الأقل في الأيام الأولى كانت الإدانات تتلى من قبل يعني مجلس النواب، من قبل الحكومة المؤقتة، من قبل حتى أطراف خارجية، لكن المجلس الأعلى للدولة على سبيل المثال بما أنه هذه الأيام يرأسه السيد خالد المشري وهو من الإخوان المسلمين، لم تصدر منه يعني بيانات مساوية أو على نفس الوتيرة من الطرف الآخر، كيف تفسرون ذلك؟ هو كل مدان، يعني هي عملية هذا الهجوم هذا بكل تأكيد مدان، حتى السيد النائب الأول المجلس الأعلى الدولة خرج على إعلام وأدان ذلك. يعني هي الإشكالية ليست في أن تكتب إدانات وغير ذلك، هذا أمر لم يتأتى، لأن رئيس المجلس الجديد لم يقوم بأي بيان، كل بيان لابد أن يجتمع المجلس كله، وأنت تعرف أن القضية هذه كلها جت في أيام. طيب ولا ألا يستدعي ألا يستدعي ما حصل للموانئ النفطية، ألم يستدعي يعني أن يجتمع المجلس الأعلى للدولة كله وأن يصدر بيان؟ هم أصدروا بيانات كثيرة يعني في فترات سابقة على أشياء. سيدي هو مش شغل في إصدار البيانات، أصدرت حكومة الوفاق بيان يكفي، أصدر حزب العدالة والبناء وحزب التحالف الوطنية ولا أذكر إن كان حزب الجبهة أيضا وحزب هذه الأحزاب أصدرت أيضا بيانات إدانة. نعم لكن هذا يرسل رسائل لكن هذه النقطة سيد سنوسي، هذه المسألة يعني ترسل رسائل مشكوك فيها أو يعني يثير شيء من الشبهات نحو المجلس الأعلى للدولة، خصوصا صدرت مع أخبار مسربة بأن هناك وفد، يعني أعود للنقطة هذه حتى أستعملها في السؤال، يعني صدرت معلومات مسربة من مصادر من طرابلس تفيد بأن هناك وفد يعني كان يعني تقابل مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، يعني وأسماء ذكرت بالحرف يعني، وهذا موجود على مواقع الأخبار بشكل عام. أتجاوز هذه النقطة، أتحول إلى السيد عاطف الحسية. سيد عاطف، كيف تتوقعون رد الفعل الشريك الأجنبي في النهاية، حتى لو حولت الموانئ النفطية إلى المؤسسة الموجودة أو إدارة المؤسسة الموجودة في بنغازي، ما النتيجة إن كان الشريك الأجنبي سوف يرفض شراء النفط مثل ما رفض شراء النفط من السيد ناجي المغربي حينما انقسمت إدارة المؤسسة أول مرة قبل أعوام قليلة؟ كيف تتوقع الرد فعل الشريك الأجنبي والمجتمع الدولي بشكل عام؟ هو كما أكمل فرصة الشريك الأجنبي معني فقط بأمن واستمرار ضخ النفط واستمرار نصيبهم من الشراكة الليبية الأجنبية، وبالتالي الضمان الوحيد ليس التنمية ولا شكل سياسي للدولة ولا حال المواطنين ولا التنمية المدنية، هي العامل الأساسي والوحيد لم يكن مفيد هو استمرار الضخ واستمرار أخذ النصيب. فمن هو الضامن الأمني لهذا؟ وهي مسألة مهمة جدا. المبدأ الذي تبناه الجيش في يعني في استمرار ضخ النفط حتى بعد عملية ضخ على الجدران منذ عامين، هو بأن المبدأ بأن توفير الظروف الأمنية الناسبة لاستمرار الضخ. ولكن بصراحة هل من عاقل ليبي يضع ضخ النفط وإيراداته في كفة وأرواح الليبيين الذين ضحوا باستمرار هذا الضخ في كفة أخرى؟ أنا لا أراها بصراحة، والكثير لا يراها بهذا الأسلوب، وخاصة في المناطق المساخمة لهذه الثروات والتي موجود فيها الثروات، فلماذا يموت أبنائنا في 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 استعادة الضخ؟ الضخ يذهب إلى جيوب الآخرين.
وهي مسألة مهمة. فالمجتمع الدولي سيرى إلى هذا الجانب من المنطلق الأساسي، وما هي هذه وماهية هذه المؤسسة التي تحمي هذه المصالح، إن كان لها تراتبية واضحة ومناطق سيطرة واضحة وشخوص واضحين في الصيد والمسؤولية على هذه المناطق، فأكيد حتى تتصارح معها، هي تبحث عن الشريك القوي الشرعي، الشريك القوي بالدرجة الأولى، الشريك القوي. فما الضير يدين بأن هذا الشريك هو جيش ليبي؟ يعني الشريك ما هوش إبراهيم الجران، وما وليبيا مسألة الجيش والشرطة مسألة مهمة، الذين يعني في طرف يرى بأن الجيش والشرطة ورقة سياسية. ما زلت نقول بأن الشريك الحقيقي والرئيسي لأي أجنبي يجب أن يكون مؤسسة ليبية أمنية متنوعة من كل الليبيين، وهو ينطبق على الجيش الليبي في هذه الحالة. وبالتالي أنا توقعاتي صعب أن نقول بأن ممكن بعد سكوت اليوم بعد مرور 24 ساعة على هذا القرار، فأنا نقول بأن في حالة هم من التشاور الشركاء مربوطين ببعضهم، إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ولكن حتى لو المراقب يشوف دور الإيطالي أصبح دور يعني أقل بكثير من قبل، بعد حتى زيارة ماكرون لإسبانيا ومحاولة السعي والاتحاد الأوروبي في حل مشكلة الهجرة غير الشرعية وتحمل الإيطالي المسؤولية الكاملة، يبدو بأن إيطاليا ستكون متناغمة مع فرنسا في هذا الملف، وخاصة استمرار ضخ النفط الليبي وضمان الأمن لمؤسساته بشريك قوي يحمل التراتبية والنظامية والحرفية في هذه المهمة. قبل أن نكمل في هذا الجانب سيد عاطف، هناك أنباء عاجلة يتم تداولها عبر قنوات الإعلام وأيضا عبر مواقع الأخبار على الانترنت، تتحدث عن قيام مجموعة مسلحة باختطاف عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري من طرابلس. تعليقكم على هذا، ولا نعرف إن كان هذا الأمر صحيح، أولا هل يأتي على خلفية البيان الذي أصدره هو الذي تحدث فيه عن تفاهمه لتسليم الموانئ النفطية لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي أم لا؟ كيف تعلقون على هذا النبأ العاجل الذي يرد الآن؟ اولا ان صح هذا الخبر، من ناحية الانسانيه نستنكر كثيرا وشديد الاستنكار في كل عمليه اختطاف، ولكن ان اختطف او مس السوء للسيد فتحي المجبري لهذا الموقف والعديد من المواقف الداعمه للجيش، فلنعرف جميعا بان هناك داخل حكومه الوفاق نفسها الذي يدعي البعض بان بياناتها وحكومه الوفاق، حكومه الوفاق ليس لها اليه عمل حسب الاتفاق السياسي هو التصويت. السيد فتحي المجبري عضو مصوت في هذه البيانات التي خرجت من السيد الحيتيك للمصالح مع ايطاليا، وخرجت من السيد السراج ان لم يكن موجودا اصلا، والذي لم لا 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 لا, لا, لا يجد اعتبارا للليبيين ويصفهم ويعني في بطريقه انا اراها بطريقه وقحه، بان لا يخرج رئيس وزراء يدعي برئاسة وزراء وهمية ولا يخرج على الليبيين بكلمة مواساة في هذا الوقت. فإن صدقت الأخبار فإن هذا المجلس الرئاسي هو عبارة عن مجلس منقسم على نفسه، بل مصالح متعارضة في نفسه، ويجب أن لا يعتبر شريكا على الطاولة على الإطلاق. المجلس الرئاسي منتهي من زمان، المسألة المجلس الرئاسي هناك لاستمرار مصالح أعضاء في هذا المجلس الرئاسي، ولكن حتى قانونا كل البيانات التي موجودة من أي عضو من المجلس الرئاسي ليس بيانا قانونا يمثل المجلس الرئاسي، لأنه لا يتبع التصويت الذي قام به الاتفاق السياسي الذي تفضل به السيد الشنوت، والذي يقول الكثيرون بأنه هو يعني ظلور ذلاند، وكأن قانون الأرض اليوم هو الاتفاق السياسي. الاتفاق السياسي لم يطبق في بند واحد، وأسوأه هو اللائحة الداخلية في البيانات. لا وجود لأي بيان للمجلس الرئاسي منذ بدايته، البيان اللي يعترف به الليبيين والاتفاق السياسي هو موقع عليه من هذه الأصوات التي داخلها، وهي الأطراف المصوتة ومنها الدكتور فتحي المجبري والسيد علي القطاني والسيد فايز السراج
والسيد احمد العتيبي ليس عضوا مصوتا داخل الناحيه الداخليه والذي يخرج عليه بيانات في هذا الاسلوب، وبالتالي لا بيانات ولا موقف للمجلس الرئاسي. قلناها مرارا وتكرارا بان المجلس الرئاسي عباره عن جمله متعدده الرؤوس لاطراف خارجيه ما زالت تعبث في طرابلس ولن تعبث في برقه باذن الله. سيد سنوسي اسماعيل، تعليقكم ايضا على هذا النبأ العاجل الذي يرد على وكالات الأنباء يفيد باختطاف عضو المجلس الرئاسي فتح المجبري من منزله في طرابلس، بل أن حتى بعض المواقع الأخبارية تحدثت عن اختطافه مع النائب فتح الله الصعيطي. كيف تعلقون على هذا الموضوع؟ وهنا نذكر بأن هي أنباء عاجلة سوف يتم التأكد منها يعني في اللحظات القليلة القادمة بطبيعة الحال. والله يا سوهي نبيل، هو الانباء العاجله بهذا الشكل تاتي كثيرا احيانا على القنوات الفضائيه وتكون غير صحيحه، ولكن في حاله ان يكون هذا النبا صحيح يعني طبعا ناسف في ذلك، ان اي عمليه اختطاف ذات المسؤولين السياسيين سواء في طرابلس او في بنغازي او في اي مدينه اخرى يعني حقيقه هو عمل مدان وعمل غير يعني حقيقه قانوني وغير انساني وغير يعني شريف حقيقه. هذا الشخص في النهايه هو سياسي ويمثل من يعني يمثل يعني حسب الاتفاق السياسي باعتباره يمثل المنطقه الشرقيه باعتبار انه هو والسيد الفترالي نواب للرئيس ويملكون حق اللي هو الاعتراض على بعض القرارات التي وردت في الاتفاق السياسي سواء كانت تعيين المناصب العسكريه او غيرها. هذه هي الـ هي الـ هي الـ يعني دور هذا السيد فتحي المجبري هو دور سياسي يعني حقيقه، لذلك نامل ان لا يكون الخبر هذا صحيح. ولكن هو ليس هو مش رجل سياسي فقط، وانما هو يعني عضو في المجلس الرئاسي لحكومه الوفاق الوطني يعني هذا المقصود. نعم، انه شخصيه سياسيه شخصيه عامه. لكن ان كان هذا الاختطاف برايك، ان كان هذا الاختطاف على خلفيه موقفه او ما صرح به ازاء الخطوه الاخيره من قبل الجيش بخصوص الموانئ النفطيه، هذا سوف يضع علامات استفهام. نعم. يعني ما نقولش نخوضوا في موضوع غير مؤكد حتى الان وما يكون الخبر غير صحيح. ونتمنى السلامه ونتمنى الامان، ان يكون بامان في منزله السيد فتحي المجبري وكل يعني اي شخصيات او حتى كل مواطن او كل اجنبي. حقيقه نتمنى ان يكون في سلام سواء كان يسير في الشارع او في منزله. هي القضية سيد نبيل اللي حبيت أن أنشر لها، إذا كان لا أعرف إن كانت حلقة في نهايتها تقريبا. نعم. هي أن هذه المشاكل لابد لنا أن نرجع إلى الاتفاق السياسي، لأنه لا يوجد بديل أن نقول بأنه انتهى هذه الكارثة حقيقة، لأن الاتفاق السياسي حقيقة لا يزال هو مجرد مرحلة انتقالية، ولا يزال هو الذي تتعامل من خلاله المجتمع الدولي يتعامل من خلاله مع ليبيا. طبعا نعلم بان هناك تدخلات اقليميه سلبيه حقيقه من عده اطراف تتنازع على ليبيا، وليس همهم حقيقه مصلحه الليبيين بقدر ما تهمهم مصالحهم هم تحديدا، وبالتالي فان الليبيين عليهم ان يعودوا الى رشدهم وان يعلموا الاطراف السياسيه الليبيه اقصد ان تعود الى رشدها وان يعلموا بان يعني هذه القضايا كلها يمكن ان تحل عبر آليات واضحة حقيقة جاءت في الاتفاق السياسي، أو مثلا يا سيدي نأتي ببديل آخر، يعني أن يكون هناك حوار، أن يكون هناك استفتاء على الدستور، أن يكون هناك المهم قضية احتراب وقضية التنازع على يعني مرافق نفط أو على جزيرة أو على شارع أو على هذا كله حقيقة لا يفيد الجميع في نهاية المطاف حقيقة. لكن نعم، لكن لكن سيد السنوسي يعني الاتفاق السياسي سيد السنوسي الاتفاق السياسي بدأ واستمر ونحن على مشارف يعني سواء يعني استكمل او استبدل، يعني هذا حصل في ظل الاستهدافات المتكررة للهلال النفطي، لماذا اليوم يعني نربطه بما جرى في الهلال النفطي او بهذه الخطوة من
قبل القوات المسلحة أو على الأقل بتغيير إدارات المؤسسة النفطية؟ يعني الجدران، ألم يذهب مارتن كوبلر إلى راس لانوف وقابله يعني في بروتوكول مهيب؟ وأيضا حتى أنا بدري حتى نصحح المعلومة اللي ذكرتها، وما قلت لك أن الجدران كان في مؤتمر صحفي من طرابلس، ليس من طرابلس، أنا التبس عليه الأمر. الصورة كانت مع عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة في راس لانوف، وكان وقتها أيضا مارتن كوبلر، ويعني واتفقوا على استئناف صادرات النفط ضمن آلية ما، وكان يعني موافق عليها الجدران اللي أغلق النفط وقتها وكبد الدولة مليارات من الدينارات. وحتى وقتها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله هدد بعدم اعتراف المؤسسة الوطنية بقيادات المجلس الرئاسي إذا ما استمر هذا الموضوع. فقط هذا للتصحيح. سؤالي من جديد سيد السنوسي، يعني لماذا تصر على ربط ما يجري للموانئ النفطية بأن موضوع سياسي وأنه يعرق الاتفاق السياسي، الأمر الذي ينفيه السيد عاطف الحسية، والأيام تثبت لنا عكس ما تقوله أنت؟ يعني المفاوضات كانت تستمر ويعني تبدأ جولة وتنتهي جولة وتبدأ أخرى وهكذا في ظل هذه الانتهاكات المتكررة، لماذا اليوم يعني تقحمونها في الاتفاق السياسي اللي كان يعني تسري جولاته في ظل هذه الانتهاكات؟ هو اقصد ان الاعراض عن الاتفاق السياسي يعني يكون بديل الاتفاق السياسي، يكون هو احتراب صراع خلافات لا نهايه لها، وانقسام، استمرار الانقسام السياسي، استمرار المؤسسات الموازيه الحقيقه التي تسبب اشكاليه كبيره اداريه. حتى عندما ذكر السيد ان هناك فساد في طرابلس حسب تقرير ديوان المحاسبه، اقول لك نعم، ديوان المحاسبه يعمل بكل شفافيه ويكشف يعني مواطن الفساد في المناطق التي يعني يستطيع ان يعمل فيها، بينما المناطق التي تسيطر عليها الحكومه المؤقته يعني ليس فيها لا تقرير ديوان محاسبه ولا محاسبه، ولا يوجد يعني اي يعني حسابات ختاميه نعرف فيها اين ذهبت ال 25 مليار التي انفقتها الحكومه المؤقته بقياده السيد السني. وهذا حقيقه طيب، لكن ما ينتهي بمجرد الالتزام بالاتفاق. طيب يعني وهل تقارير ديوان المحاسبه يعني اهم شيء هو الشفافيه والكشف عن مواطن الفساد؟ اليس المهم هو محاربه الفساد بدل التحديث عنه؟ يعني ما هذه مش قضيه استاذ السنوسي، يعني ديوان المحاسبه على يعني ان كنت تعير على ان لا تقارير صدرت من شرق ليبيا، طيب ماذا عن التقرير الذي فصل تفصيلا حتى الطاوله والكرسي والاقلام على مكاتب المؤسسات يعني التابعه لحكومه الوفاق او المجلس الرئاسي؟ هذه ماذا فعلت السلطات الرقابيه من تحقيقات او من وقف هذه الانتهاكات ومن وقف هذه الممارسات المفسده؟ يعني لا شيء، خرج التقرير وذهب وننتظر التقرير الاخر الذي ربما سوف ينبئ عن مواطن فساد اكبر، ما دام لا تتحرك اي جهه لوقف هذه الانتهاكات، رغم صدور ديوان المحاسبه يعني وتفصيله كل شيء بالملي. نعم، هو في انتظار ان يكون هناك توحيد لمؤسسات الدوله، وان يكون هناك تفعيل يعني للقضاء الليبي وحمايه للقضاه ولوكلاء النيابه لكي يعملوا في جو يعني صحي يستطيع من خلاله ان 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 يحاسبوا وان يكشفوا اي وجه جنائي في اي تهم فساد موجهه لاي مسؤول، وبالتالي فان هذا يعني لكن استاذ السنوسي، ان كان في شرق ليبيا حكم دكتاتوري او هناك من يريد ان يحيل الامر لحكم عسكري دكتاتوري، طيب ما الذي يمنع غرب طرابلس الموجود فيها القضاء والمؤسسات وغيرها يعني من ان يفتح المحاكم امام الفاسدين الذي ذكرهم التقرير ديوان المحاسبه بالاسم؟ الامور في ليبيا يا سيد نبيل كلها ليست يعني بالمثاليه التي تتكلم عنها، هناك في الغرب ايضا. انا لا اؤكد شيء وانما اسال. نعم نعم، يعني انا لا اؤكد شيء وانما اسال بدون حكومه الوفاق. نعم. يعني ان كان يعني تفضل اكمل فكرتك. نعم، يعني هو السؤال اللي تفضلت فيه النبيل هو طبعا يتعلق في ان الظروف ليست مثاليه في ليبيا كلها، انا لا ادعي بان الامور جيده ومثاليه، يعني هي محاولات فقط، هي محاولات في اتجاه بناء الدولة. عندما نقول تقرير ديوان المحاسبة، هذا التقرير مهم على الأقل حتى كتأريخ للعمل الإداري الليبي، لأن لا يمكن أن نتكلم عن
إدارة وعن ميزانية، ولا يكون هناك حسابات ختامية، لا يكون هناك يعني تقرير من جهات رقابية يعني تحدد مسؤولية أين ذهبت الأموال لدين، على الأقل يعني يكون هناك هذه الناحية وهي مهمة جدا حقيقة. أما قضية محاسبة الأشخاص يعني طبعا يعني كما ذكرت لك يعني عندها فيها ظروف، يعني فيها ظروف كثيرة جدا. على الأقل نقول بأن القضاء الليبي الذي حقيقة يحييه نعم هذا كلام عام أستاذ سنوسي. السيد شكشك حينما أعلن عن 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 عن, عن التقرير قال صراحة ترجى أن يتلقف هذا التقرير الجميع، المواطن العادي قبل المواطن المسؤول عن يعني سواء النائب العام سواء يعني حتى نشدنا نحن كأعلام من أن يعني لا نترك هذا التقرير مثل التقرير العام الماضي، وأن يتم يعني الاستكمال من بعد جهد ديوان المحاسبة. فأي ظروف هذه التي تمنع السلطات الرقابية والقضائية من أن يعني تتتبع ديوان المحاسبة والفساد اللي فيه واللي وصل إلى حد الملايين والمليارات؟ يعني وهذا يقودنا إلى النقطة الأولى، وهي أن القيادة العامة للقوات المسلحة بررت فيما بررت به القيام بهذه الخطوة أنها لا تريد أن تذهب إيرادات النفط إلى جيوب الدواعش المال العام أو أمراء الميليشيات أو المجموعات المتطرفة والإرهابية التي تستفيد يعني أصبحت تستغني من وراء هذه الإيرادات النفطية، في حين أن المواطن العادي يعني يزداد فقرا ويزداد إذلالا أمام المصارف وأمام المخابز وأمام المستشفيات وغيرها. أي موضوع الإيرادات النفطية لا ننسى لأن أغلبها أكثر من على الأقل نقوله يعني بالعكس هو مش أغلبها فقط، هي كلها يعني حقيقة، لأن هناك عجز لنا ثلاث سنوات تعاني الدولة الليبية من عجز. هذا العجز ما الذي يعني ذلك؟ يعني أن الثروة النفطية ما يوجد منها كله يتجه إلى باب المرتبات، هذا لا ننساه لأن ليبيا حقيقة مرتبات فيها يعني وصلت إلى أرقام خيالية تقريبا مقارنة بدول مجاورة، تمام؟ هذه مسألة مهمة حقيقة. لا نقول بأن يعني إذا كنا سنوقف ثروة النفط أو نتسبب بمشاكل ونشكك الشريك الدولي في 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 في, في الدولة الليبية وإمكانية أن يكون هناك شراكة حقيقية في مع الليبيين في إنتاج النفط، هذه ستسبب نفس المشاكل التي سببها الجدران، لأن وقف النفط حقيقة في هذا الوقت سيسبب الكثير من المشاكل، ولعل هناك أطراف كما ذكرت لك رافضة الاتفاق السياسي تريد هذا الأمر، يعني تريد أن تفشل حكومة الوفاق، تريد أن يفشل الاقتصاد الليبي. هذه الحقيقة لا أعرف ما الجدوى منها، لكن هو الأمر يتعلق بأن استمرار تدفق النفط هو الضامن الوحيد لتحسن الاقتصاد الليبي. أما عملية إنفاق الأموال وعملية الفساد وغير ذلك هذه أمور يعني تعاني منها إدارات الدولة الليبية، وبالتالي إن مكافحة هذا الأمر يتطلب جهود كبيرة ليس فقط من دول المحاسبة، إنما كما ذكر السيد شكشك يعني من خلال الإعلام ومن خلال تلقي المواطن الليبي هذا الأمر بجد، وبالتالي يعرف من ينتخب حين تكون هناك انتخابات، لابد من يعرف من ينتخب ما ينتخب الفاسد. نعم، لكن ارتفاع سيد السنوسي قبل ان انتقل واختم مع السيد عاطف، كيف يمكن ان تقنع اليوم هذا المواطن الذي يتابعنا الان عبر الشاشه ان ارتفاع النفط سوف يحسن الاقتصاد الليبي وبالتالي يحسن حياته، وهو رآه قد ارتفع؟ يعني الليبيين قبل فتره بسيطه كانوا يقولوا النفط ارتفع، لكن ليش ما زالت حياتنا بائسه الى هذه الدرجه؟ ليش ما زالت الاسعار مرتفعة؟ ليش ما زال الدينار متهاوي أمام الدولار؟ يعني ارتفع الانتاج ولكن لم ترتفع حياة الناس، بل ما زالت في الحضيض. كيف يمكن أنت أن تقنع بكلامك هذا المواطن الذي جرب ولم تفلح النتيجة؟ يعني هذا ليس مطلوب مني أنا أن أقنع المواطن، المطلوب من الجهات ذات العلاقة، المصرف المركزي، يعني الاقتصاد، وزارة الاقتصاد، المؤسسات الاقتصادية الأخرى. ينبغي أن تقنع المواطن الليبي عن طريق إجراءات عملية سريعة لإنقاذ ليبيا من هذه المشاكل، سواء كانت يعني نقص السيولة أو مثلا يعني أيضا حقيقة المشاكل التي تتعلق بالبطالة والتضخم وغير ذلك من الأمور التي يعاني منها المواطن الليبي البسيط قبل أن يحس بها المسؤول المضخم ربما بمرتبات ضخمة لا يحس بهذا الأمر. ولكن ولذلك فعلى الجميع أن ينتبه إلى هذه النقطة المهمة، وهي أن استمرار تدفق النفط
هو الضامن الوحيد لتحسين الاقتصاد الليبي في أقرب وقت ممكن. سيد عاطف الحسية، هل القيادة العامة للقوات المسلحة مستعدة في حال كانت ردود فعل الشريك الأجنبي أو المجتمع الدولي أو حتى بعثة الأمم المتحدة التي حسب آخر لحظة قبل هذه الحلقة يعني تابعت موقعها لم تصدر أي رد فعل صريح تجاه ما يجري، يبدو أنها تتابع مثل ما يتابع الآخرون، هل القيادة العامة للقوات المسلحة حسبت ردود الفعل التي ربما قد لا تكون متوافقة مع ما تفعله أو ترفض؟ هناك من يقول أيضا قد تفرض عقوبات شخصية على من هم وراء هذا الموضوع بمن فيهم السيد المشير خليفة حفتر نفسه، فكيف يعني تعلقون على هذه النقطة ردود الفعل التي تكون معاكسة من الأطراف الخارجية تجاه ما اتخذته القيادة العامة للقوات المسلحة إذا ما حصلت؟ هو أولا المسؤول أو المناط بعملية ردة الفعل أو دراسة ردة الفعل في الواقع هي البعثات الدبلوماسية والخارجية الليبية والحكومة المؤقتة ومن سنوات وغيرها من الإدارات المدنية، وبالتالي الجيش قام بهذه الخطوة آملا أن يكون أن ردة فعل المجتمع الدولي والشركاء بأن هناك اطمئنان على الحم الأمنية، وبالتالي يجب الذهاب إلى من يمثلهم من الناحية المدنية وهي الحكومة المؤقتة. وهنا يجب أن أذكر بأن أنا لست مدافعا لا على الحكومة المؤقتة ولا على البرلمان، لأن أدائهما يعني أداء سيء في بكل المقاييس، ولكن هنا مسألة المبدأ وتوفير الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة للشعب الليبي. فمسألة السكوت لمدة 24 ساعة بصراحة كما ذكرت من قبل هم ليسوا مثلنا، يعني هم يدرسون سيناريوهات، وبالتأكيد كان هذا السيناريو أحد السيناريوهات المطروحة أمامهم، وردة الفعل قد تكون مردودة، ولكن هنا يجب في نظري بأن كل هذه الدول ومصالحها ستتقاطع، وبالتالي يجب عليهم الجلوس مع بعض، وربما نرى إعلانا لخمس دول أو إعلانا لدولتين أو يدعو ردة الفعل التجارية وليس الدولية، وذلك بأن الشركات النفطية التي على شراكة مع الليبيين أو مع المؤسسات الليبية هي التي تحكم أمرها أو تحسم أمرها في مسألة الشراكة الليبية واستمرار ضخ النفط. فمسألة مسألة وقت، ولكن إن غدا لنظيره قريب. أريد أن أختم أيضا بأن انطلق خطف الدكتور فتحي المجبري وهو صديقا لي، هذا دليل أولا أتمنى له السلامة هو ورفقاه، ولكن وهو دليل قاطع وبدون أي شك بأن حكومة الوفاق في طرابلس للأسف يعني ترزح تحت طائلة مجموعات معينة لها قدرة قتالية وقدرة أمنية ولا تعد اهتماما لكل ترتيباتها الأمنية أو شخصياتها الورقية التي رأت بأن إما حرسا رئاسيا أو منشآت نفطية أو غيرها من هذه التسميات. نعم. لكن للأسف هذه النتيجة لدخول هذه الحكومة بدون دراسة وإعادة الحياة لهذه الميليشيات وإعطائهم إكسير الحياة للأسف في طرابلس، ولكن نرجو على الليبيين وهي مسألة مهمة أيضا بأن القاسم المشترك القواسم المشتركة الرئيسية الليبيين هي الدم وحسن الجوار والعلاقات الاجتماعية والماضي والحضارة. تعليقكم لأننا وصلنا إلى نهاية الوقت أستاذ عاطف، تعليقكم على من يقول بأن هذه الخطوة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة قرارها تسليم الموانئ النفطية اللي تحت سيطرتها إلى المؤسسة الوطنية أو على الأقل إدارة المؤسسة اللي يمثلها المهندس فرج الحاسي في بنغازي، فيه اللي يقول أن هذه الخطوة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة يعني مش في محله، لأن هيك يعني القيادة العامة تخسر المكسب اللي ربحاته من وراء تحرير هالموانئ النفطية واللي صفق له ودعمه وشجع الكثير، يعني حتى أحرج أعداء هذه المؤسسة. فهناك من يقول بأن بهذه الخطوة المؤسسة العامة للقوات المسلحة أو القيادة العامة للقوات المسلحة خسرت ما كسبته من خلال تحريرها للموانئ النفطية. أخي عند الرأي العام، الرأي العام المنظور الذي يجب أن ينظر من خلاله الجميع بأن هذه المقدرات ليست أغلى من أرواح الذين ضحوا من أجلها ولأمنها واستقرارها، والمسألة لما تنظر من منظور الوطني البحث والنقيض
بأن كل هذه التحركات من الجيش الوطني منذ بدايات تأسيسه حتى من في الأربعينات من القرن الماضي، كان الأساس فيها هو حماية الليبيين وكل ما يملكون. ولكن للأسف الأطراف التي ترى وتحسب كل شيء على الجيش وكأنها ورقة سياسية في طرف، للأسف تنظر من منظور يختلف تماما على المنظور الوطني الذي ترى الذي نرى فيه نحن أو كل من يرى بأن لا وجود دولة بدون جيش وشرطة. وبالتالي هنا يجب الجميع المراجعة، وقائمة الأولويات لدى الجيش هي الأمن والاستقرار قبل أي حتى كل شيء إن شاء الله. ما رأيك أنت أستاذ السنوسي؟ لعلي أسألك نفس النقطة لكن من زاوية أخرى، وهي أنت مسألة بدأتها، يعني إن كانت هذا الهلال النفطي وما جرى فيه يعني كل الأطراف بما فيها المشير حفتر نفسه مثل ما تقول، يعني كل يريد أن يأخذها لنفسه لكي يحقق بها مكسبا أو ربحا سياسيا، بناء على هذا الطرح من حضرتك، ألا تعتقد يعني كان بديهيا بناء على ذلك أن القوات المسلحة عادت وسلمت الهلال النفطي مثل ما فعلت في السابق إلى إدارة المؤسسة الوطنية في طرابلس المتمثلة في صنع الله؟ أليس بهذا الرجل إن كان يضع نصب عينيه تحقيق مكسب سياسي سوف يحقق مكسب سياسي أكبر؟ ما كان سيفعل العكس أبدا إن كان يريد فعلا تحقيق مكاسب سياسية مثل ما تقول، أليس هذا منطقيا؟ لا ليس منطقيا، لأنه كيف إذا؟ لا ننسى أن الشريك الأجنبي له دور في تقرير أي جهة يريد أن يتعامل معها الشريك الأجنبي، وهذا ما ورد في بيان الدول الستة حينما سيطرت قوة حفتر على الموانئ النفطية. طبعا أنا أشير إلى نقطة مهمة، وهي تتكلمون عن جيش وتتكلمون عن ميليشيات في الغرب، يعني هذا أمر خافي، الجيش موجود في الغرب وفي الشرق، ولجان توحيد الجيش الليبي أظنها يعني عندها مواعيد معينة في جمهورية مصر من أجل توحيد الجيش الليبي، وهذا يدل على أن هناك جيش في كل مناطق ليبيا، يعني الجيش ليس مقصور فقط على الجيش الذي يتبع خليفة حفتر، هذه المسألة ينبغي أن تكون واضحة جدا، لأننا نتكلم هنا عن توحيد مؤسسة عسكرية منقسمة. أما قضية لكن هناك قائد جيش جميع مناطق ليبيا، نعم فقط هناك قائد جيش معترف به أمام العالم يعني ويلتقي برؤساء العالم، لكن لا يوجد هناك قائد جيش موازي يعني في المنطقة الغربية، يعني كما ذكرت هناك رئيس أركان أيضا تابع لحكومة الوفاق موجود ويحاول مع رئيس الأركان من الجهة الأخرى أن يوحد هذا الجيش. طيب عموما سؤالي لو سمحت استاذ سيد السنوسي، سؤالي الحكومه، سؤالي لو سمحت تجيب عليه بشكل واضح، ان كانت الهلال النفطي ان كان الرجل يعني يريد حفتر يريد ان يلعب بالهلال النفطي كورقه سياسيه لتحقيق مكسب سياسي ما، يعني كيف سوف يحقق هذا المكسب السياسي بهذه الخطوه التي ربما قد تؤلب عليه الشركاء الاجانب او الاطراف الدوليه؟ كان سيفعل العكس تماما إن كان يريد تحقيق مكسب سياسي، وهو أن يعيد المؤسسة الموانئ للمؤسسة النفطية إلى صنع الله. قطع الاتصال، سؤال معلق أتركه للسادة المتابعين يجيبون عليه على راحتهم عبر صفحاتهم ومدوناتهم الشخصية على الإنترنت. بدأ متابعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباشرة من برنامج أكثر، حاولنا قدر المستطاع أن نسأل هنا وأن نسأل هناك، أن نرمي الأسئلة في كل اتجاه بحثا عن يعني أكثر أو أكبر قدر ممكن من الإفادة واستخراج أكبر قدر ممكن من عقول ضيفينا الذي لذين كما هو واضح كل واحد يعني يمثل وجهة نظر ما. عموما شكرا على كرم المتابعة، دمتم وفي أمان الله.